ونورمال ما تجيبوهمش من هنا يديروا لهم انشطة ديال الدراري. هذا ماشي نصاب ديال الدراري، هذه مسايدات، هذه مسايدات، هذا الهضر ديال المال العام. هذا ماشي اللي عندها الضرورة هو المدير راهو حاضر، ما بقاش عندنا تلفزي. هذه مؤامرات، الله يخليك كمل اخويا. انت كنتي عارف انت تمشي دير داكشي الضرب تعرض عليه. شو احنا ماشي عارفين، احنا ماشي عارفين. وحسر فمك، علاش ما درتيش ما درتيش ما موازين؟ علاش ما درتيش موازين؟ انا ما جيتش موازين، موازين هادشي ما درتيش. نفتتح هذا المهرجان الثقافي ديال حسان اليوم بهذا العرض المسرحي في قاعه بوحنيني. تفاجئنا بالمجموعه ديال المعارضه اللي جات، يعني ما عرفتش تستنكر ربما من مفهومها هي، ولا كتحتج بانه هذا العرض ماشي معقول وما خصوش يكون الى اخره. انا اقول بان هذا العرض من الناحيه القانونيه 100% سليم، من ناحيه الميزانيه 100% سليم. هذا العرض هذا ماشي 68 مليون، راه النشاط الثقافي كله ديال السنه كلها 68 مليون. وهذه المسرحيه هذه من ضمن الانشطه اللي درناها، وانا اتحدى اي واحد يجي يدير الانشطه الثقافيه ديال السنه كلها ب 68 مليون. 68 مليون راه ماشي حتى هو الرقم الحقيقي. انا غادي ندير تصريح مصور بالانشطه الثقافيه اللي كنديروها والمبلغ الغلاف المالي اللي مخصص لها، وندير العرض الانشطه كلها اللي دارت. وهذا ما راه موجود في الحصيله ديال المجلس هذه الثلاث سنوات زائد عليها هذا الربع سنوات، وغتخرج على عبر كبسولات في الفيديوهات في التواصل الاجتماعي، وكل المواطن كلهم غادي يعرفوا هذا الشيء اللي شفناه اليوم. يعني شيء انا استنكره، و يعني كنقول بانه ما خصوش يكون، لان الشيء حد عنده شي اعتراض يجيبوا له في المنابر وفي الاماكن والفضاءات المخصصه لذلك. شي واحد ما عجبوش الحال، يعني القضاء كاين الحمد لله، حنا دولة الحق والقانون، كاين المجلس على الحسابات يمشي يقدم الشكايه ديالو. ومرحبا بالمحاسبه، انا اقولها واكررها، مرحبا بالمحاسبه. نتحاسبوا كاملين من 2012 حتى دابا، نتحاسبوا ونشوفوا الفرق ونشوفوا فين كانت النفقات وفين ما كاينش النفقات. حنا مستعدين لاي حاجه، وهذا الشيء اللي كيدار راه ماشي معقول. المواطنين جاوا باش يفوجوا، جاوا باش يتفرجوا، جاوا باش يشوفوا هذه الثقافه ديالنا اللي حنا عرضنا عليهم في هذا البرنامج، باش يصطدموا هما ولادهم مخلوعين مساكن ومفزوعين من هذا النوع ديال الاحتجاج اللي تعرف المسرح يعرقل. هذه عرقله للخالق مخالفه للقانون، ويعاقب عليه القانون، وسوف تكون لنا كلام اخر ان شاء الله قريبا. كيستهلفوا كتقضي لي الغرض كاملين حنا، وجميع رؤساء جمعيات الاباء في المؤسسات كانوا وقفوا على هذه السيده. شحال هذه السيده اللي كانت قبل منها؟ كيف قالت هي كنصيفطوا رساله ما قطعت حسن، كتبقى تما شهر شهرين كيتلاو، كنعيطوا السيده مكالمه ديك الساعه كتتقضى. والله الا الصبح تصبرت ما كنشهدوا شهاده لله. ماشي حنا ماشي كنعرفوا العائله هما اللي كيديروا، اللي كينهبوا، اللي كينسبوا، كاع ما كاين، لا ما كاين هذوك كاع ما كيديروا عليهم والو. مشيو شوفوا المنبر، لازم اللي تيخدم دائما كيعرضوا. ما تنساوش تكليكيو على الاشتراك على قناة الصحيفة 24، وكيفما تنساوش زورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.